وخلي الناس براحتها، وحافظ برضو على انه يبقى فيه التنوع ده موجود عندك. وبالتالي انا بقول القنوات الدينيه عايزه تعمل هي حازم ابو اسماعيل، غيره وغيره مفيش مشكله. وحازم ابو اسماعيل اللي يمكن يعرفه واهله واسرته ووالدته عايشه في امريكا وغيره، لو الناس قربت منه ممكن تلاقي فيه ان هو في قريب منهم كتير من الناحيه المودرنتي والحداثه اكتر من ناس تانيين، قد يعتقد ان القاضي فلان والمستشار فلان، وتلاقي افكاره يعني ما خرجتش عن دوله خليجيه، ومع احترامنا برضه للخليج. فمش عايزين نتغرر بحكايه هو رب دقن يبقى اديله، هو قناه دينيه اديله، لا احنا كنا منقسمين عن بعضينا ويا دوب هنبدا نكلم بعض، وشفنا مجلس الشعب واقف حداد، والمشير والفريق وغيره ما راحوش يحضروا جنازه قداسه البابا، والدكتور سعد الكتاتني هو اللي راح حضر. انا لا مع دول ولا مع دول، بس خلينا ما نبقاش داخلين على تفاهم مش داخلين على خناقه. هل لدى الشعب وعي كافي لاختيار مرشح للرئاسه؟ طبعا. وانا بقول للناس عشان يكونوا متفائلين للمستقبل، يا جماعه انا في وسط المرحله بقول ايه يعني لو جه جمال مبارك؟ انا ما يعني اي حد، لانه يعني مع كل الاحترام ومش كويس ان الواحد يجي ينتقد ويكون واحد في محبسه ما يقدرش يدافع عن نفسه، مش بطوله. لكن معلش مع احترامي، الشعب المصري كان حاسس انه الاي كيو بتاع الرئيس مبارك وقدراته الذكائيه محدوده جدا، لدرجه ان انا وانا مغمض عيني اي حد بما فيهم اللي بنتريق عليهم الالف اللي قدمه او راحوا يستفسروا عن انهم يقدموا للرئاسه، انا متاكد باداء الرئيس مبارك اللي شفته وطريقه رده على الناس، انا متاكد انه اي واحد منهم احسن منه هيعمل اذا جود بيتر، خصوصا لما يكون عنده برلمان قاعد يحاسبه ويقرفه وشباب ثوره في الميدان ومش عارف ايه. فما تخافوش، المستقبل افضل ان شاء الله بما فيه اصدار الصحف، جهاز الرقابه للمطبوعات ده جزء من وزاره الاعلام، المنظومه اللي عايزين نفككها، عندها هيئه الاستعلامات، ده يروح الخارجي بتاعه يروح مع الخارجيه، والداخلي يروح لدعم المحليات ودعم الاعلام المحلي لما نكونه ان شاء الله او لما يكونوا ناس، والمطبوعات وغيره وغيره. مفيش الاصدار المطبوعه للجميع، اي مواطن مصري يبقى من حقه يصدر مطبوعه. احنا بنقول اللايسنس للاذاعه والتلفزيون لانها ترددات، ما ينفعش انك تاخد 88 او 87.5 FM وتقول انا هطلع عليها، يقول لك يا عم راديو مصر طالع عليها، تقول لهم والله حريه. ما ينفعش، هتدخلوا على بعض، فلازم في حد هينظم ويقول لك اللايسنس ده بتاع الشعب، فانت هتدفع قد ايه، والواجب الرسمي يكون رمزي، اهم حاجه ايه اللي هتقدمه اللي مش موجود في السوق، ده اهم حاجه.